أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين، ويشاركنا في تقديمها فريقان في الجزائر وطهران مواكبة للانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة غدا والاستعدادات للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة بعد أسبوع. وفي عناوين الظهيرة لليوم: الجزائر في صمت انتخابي عشية الانتخابات التشريعية غدا، والرئيس تبون يشدد على أهمية حماية أصوات الجزائريين ويقول عهد المحاصصة ولا. عشية المناظرة الأخيرة بين المرشحين للرئاسة الإيرانية غدا، لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية تمنح حكومة روحاني حق الرد على الاتهامات التي طالتها. الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في القدس ونابلس، وهنية والنخالة يشددان من القاهرة على وحدة المقاومة في الميدان والسياسة. على وقع احتجاجات متفرقة، قمة الدول السبع تنطلق اليوم في أول لقاء حضوري منذ جائحة كورونا، وملفات ساخنة على الطاولة. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي معك عبد الله ظاهر، ماذا لديك اليوم؟ مرحبا يارا. في اقتصاد الظهيرة لليوم: صندوق النقد الدولي لا حاجة إلى أن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال، وعلى مصرف لبنان المركزي أن يوضح كيف سيجري تمويل السحب بالدولار. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة معك أماني أحمد. في أخبار الرياضة في الظهيرة لليوم: القضاء البرازيلي ينتصر لإرادة الجماهير ويمنح الضوء الأخضر لإقامة كوبا أمريكا، ومن روما تنطلق أمم أوروبا اليوم. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأخبار سنكون مع تفاصيلها في سياق النشرة، ولكن أولا نبدأ من المواضيع السياسية. من الجزائر وإيران نبدأ الظهيرة بتغطيتنا المستمرة لاستحقاقيهما الانتخابيين. فالجزائر باتت على بعد ساعات من انتخاباتها التشريعية، حيث دخلت مرحلة الصمت الانتخابي. أما في إيران فمرشحو الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوع يستعدون لمناظرتهم الأخيرة غدا. على هذين الاستحقاقين يطلعنا الزميل كمال خلف من الجزائر العاصمة، والزميل عبد الرحمن عز الدين من طهران. لكن قبل أن نبدأ معكما في هذه النافذة المباشرة، نود أن نعيدكما في الذكرى التاسعة لانطلاق الميادين التي تصادف اليوم. إذن 9 سنوات من الواقعية والتصميم والتواضع وثقافة التسامح ووحدة الوطن العربي وقضايا الإنسان، والأهم نصرة فلسطين، فلسطين الملحمة. على هذه المبادئ كلنا ثابتون. كمن لا يريد العودة في الزمن؟ ماذا لو لم يحدث كل ذلك؟ هل كنا موجودين نحن الصورة اليوم؟ لأن الحب هو جواز السفر الوحيد الذي لا توصد أمامه الأبواب ولا تنقضي مدته، دائم متجدد. به عبرنا إلى أقاصي الأرض. عين ترى، تسجل، تبوح، فتنطق بصورة نرى بها الاستثنائية والفريدة. فيكون الصبح فجراً والغسق انتصاراً. من الجمال إلى المعاناة، نقلنا الصورة كما هي بالألوان الطبيعية رغم اشتداد الظلمة. ولأن الأرض أمانة لأولادنا، سرنا بخطى ثابتة نحو الأسماء. فكان الإنسان هو المعنى. قضاياه، انتصاراته، جهده وانكساراته. حلفنا بفجر فلسطين، فكانت روحاً تقاتل فينا وبنا. الروح بتقاتل، الوقوف يقول لا بقاتل. نحلم على وقع نبض شعب ثائر، نقول لا ونقسم بمجد من قالها. كي تقول لا للظلم، لا للقهر، لا للسلطة، ماهيش في بلاصتها. 9 سنوات سكننا التفاصيل، 9 سنوات نربي الأمل. بعد هذه المعايدة نعود إليكما كمال وعبد الرحمن، إذن من الجزائر وطهران، ونبدأ معك كمال.
حياك الله يارا وأحمد عبد الرحمن أيضا في طهران، شبكة مراسلين في الجزائر وإيران لمتابعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتخابات تشريعية هنا في الجزائر التي ستبدأ غدا. أعيدكما وأعيد جميع الزملاء ومشاهدينا في 9 سنوات اليوم، الذكرى مرور 9 سنوات على تأسيس الميادين. أعايد رئيس مجلس إدارة الميادين زميلنا الأستاذ غسان بن جدو صاحب هذه الفكرة، جميع زملائنا وجميع مكاتبنا في أنحاء العالم. كل عام أيضا وأنت بألف خير كمال، والزميلان أحمد أبو علي ويارا قويدر ومشاهدي الميادين أينما كانوا كل عام وأنتم بخير. 9 سنوات مشاهدينا من الثبات على الحق، 9 سنوات مع الإنسان في كل مكان وتحديدا مع فلسطين بمواجهة الظلم والاحتلال. أما الآن فنعود إليك كمال لتبدأ هذه النافذة. مشاهدينا، إذن يدلي الجزائريون بأصواتهم غدا في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الحراك الشعبي، وتعيش البلاد اليوم آخر أيام الصمت الانتخابي استعدادا لهذه الانتخابات بعدما كانت عمليات التصويت قد انطلقت أمس لأفراد الجاليات الجزائرية الموجودين في الخارج وأيضا في عبر المكاتب المتنقلة للبدو الرحل في المناطق النائية. هذا وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن عهد المحاصصة في الانتخابات قد ولى، مشددا على أهمية حماية أصوات الجزائريين. وخلال زيارته مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قال تبون إن الانتخابات التشريعية فرصة للتمثيل الحقيقي وللشباب، وأكد الرئيس الجزائري أن قانون الانتخاب يعاقب على أي مخالفات وخصوصا فيما يتعلق باستعمال المال الفاسد. إذن سننتقل مشاهدينا إلى مراسلينا في قسنطينة مراد دلنسي ومن العاصمة الجزائرية مراسلنا سفيان مراكشي. سأبدأ معك سفيان، اهتمام رئيس الجمهورية لافت من خلال زيارته لمقر الهيئة العليا للانتخابات أو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدلاء بتصريحات من هناك، كيف ينظر إلى ذلك في الجزائر؟ بالفعل أول تقليد لرئيس الجمهورية يزور السلطة المستقلة للانتخابات قبيل ساعات على انطلاق الموعد الانتخابي. هذه السلطة التي نادت بها أحزاب المعارضة وكل الأحزاب والطبقة السياسية في الجزائر من أجل ضمان أكثر شفافية ونزاهة واستقلالية للعملية الانتخابية، واستجاب لها الرئيس عبد المجيد تبون وأدرجت مادة في الدستور الجزائري تعطيها كل صلاحيات وزارة الخارجية التي هي خلفنا أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو كل الوزارات، هي متضمنة في سلطة الوطنية المستقلة. فعلا هي مستقلة بإدارتها بقرارها بقوانينها وحتى قراراتها متعلقة بالعملية الانتخابية، ولديها فروع على مستوى كل المحافظات الجزائرية، ولديها خط داخلي مباشر حتى مع القنصليات خارج الوطن، ولديها خط داخلي انترنت يرسل فيه كل المحاضر بحيث أنه تنتهي عملية الفرز في أي مكتب من مكاتب الوطن تخرج النتيجة مباشرة هنا في المركز في العاصمة الجزائرية الذي زاره بالأمس رئيس الجمهورية. استقلالية وتقنية عالية من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية وقطع الطريق في كل على كل من يشكك في نزاهة الانتخابات التي أصبحت في كل مرة المعارضة تنادي وتقول بأن الانتخابات مزورة. اليوم الجزائر يعني تحاول أن تقطع الطريق أمام كل هذه التشكيكات لكي تقدم الثقة الكاملة للمواطن الجزائري
الذي استقال فعلا في المرحلة المقبلة أو السابقة من العملية السياسية وأصبح لا يتوجه بقوة لصناديق الاقتراع. متوقع في هذا الحدث الانتخابي الكبير في الجزائر أن تكون نسبة المشاركة كبيرة لسببين اثنين: أولا توفر كل ظروف يعني استقلالية العملية الانتخابية وكل الظروف الأمنية وظروف نزاهة العملية الانتخابية، ثانيا اعتماد ولأول مرة النظام النسبي في الانتخابات، وهو كل مترشح يستفيد من الأصوات المباشرة التي يصوت عليها الناخب، بمعنى أن ممكن المترتب الأخير في القائمة هو الذي يكون النائب وليس أول القائمة مثلما كان سابقا، وهذا نظام غير عادل بحيث أن أصوات بقية القائمة كانت تذهب إلى رأس القائمة. هذا النظام النسبي يعطي فرصة لكل الذين لديهم شعبية على مستوى المواطنين أن يكونوا نوابا للشعب في البرلمان المقبل. البرلمان المقبل كما البرلمان المصري، أقول مصري في تاريخ الجزائر، لأنه سيحمل لواء الإصلاح وتجسيد الإصلاحات وستنبثق منه الحكومة وسيكون برلمانا شبابيا. تحدثت سفيان عن مسألة الشفافية والحرص على مصداقية هذه الانتخابات ونزاهتها. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كشفت للرأي العام الجزائري هذا اليوم عن أول محاولة لتهريب أوراق التصويت، وتحدثت عن ذلك بشكل علني. إلى أي حد هذا يمنح هذه السلطة الثقة من قبل المترشحين ومن قبل أيضا الجزائريين؟ بالفعل، وتحدث قبل ذلك رئيس السلطة سيد محمد شرفي عن انتهاء عصر الصندوق الأسود الذي تقرر فيه الأسماء بعيدا عن إرادة الناخب الجزائري، وهذا تصريح فعلا كان شجاعا، ولأول مرة مسؤول في هذا المستوى يتحدث ويقول أنه كان هناك صندوق أسود في البلاد من جهة واعتراف ضمني بأن كان التزوير حاضرا في المواعيد الانتخابية السابقة وقد طويت هذه الصفحة، وبأن هناك إرادة وشجاعة بأن لن تتكرر مثل هذه الممارسات التي تشوه العمل السياسي الجزائري وتخدش حتى إرادة الشعب الجزائري. هناك أقول إرادة سياسية من أعلى هرم السلطة في الجزائر بأن تكون الانتخابات حقيقية وواقعية وتعكس إرادة الشعب الجزائري بما فيها إرادة المقاطعة. إن قاطع هذا الشعب هذا الموعد الانتخابي فستكون نسب المشاركة نسب حقيقية لأول مرة، والسلطة وكما قال رئيس تبون مستعد أن تتحمل كل مسؤولياتها فيما يتعلق في هذه المسألة. رئيس تبون راهن كثيرا على عنصر الشباب وعلى كذلك شباب الحراك تحديدا الذين دعاهم إلى أن ينتقلوا من النضال والمطالب في الشارع إلى قبة البرلمان والمؤسسات الدولة الجزائرية، وكذلك مواصلة هذا المستوى المطلبي في تحسين ظروف المواطن الجزائري، في تحسين الساحة السياسية وممارسة العمل السياسي، وفي اختلاع أماكن للشباب في المشهد السياسي المقبل. تعرف الجزائر أنه بلد ثوري، وكانت أو جيل الثورة كان لديه ما تسمى بالشرعية الثورية، وكان هم الذين حرروا هذه الأرض هم من يحكمون البلاد. اليوم يعني العهد على الشباب، على أحفاد هؤلاء الثوار بأن يستلموا المشعل، مشعلا يستلموه في ظروف سياسية آمنة ومستقرة بعيدة عن فوضى وبعيد، ولا يعطون فرصة لأياد أخرى قد تستغل هذا الانشقاق السياسي أو الفوضى في زعزعة أمن استقرار البلد والاستفادة من خيراته الكبيرة. هناك صراع كبير على خيرات الجزائر، على موقعها الاستراتيجي وعلى كل ما تملك من رصيد ثوري ونضالي. إذن الرهان كبير كمال، وهو تجربة كبيرة وامتحان مصيري للسلطة الجزائرية كما المواطن الجزائري. طيب سفيان، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، ننتقل إلى مدينة قسنطينة الجزائرية التي تعد الشرق درة الشرق الجزائري وعاصمته، وهي مدينة الثقافة والعلم والعلماء، تشتهر بخصائصها الطبيعية الفريدة التي جذبت عدة حضارات منذ آلاف السنين. إذا كان هناك تقرير حول قسنطينة لمفرد الميادين الجزائر مراد دلنسي نتابعه الآن. عاصمة الشرق الجزائري، مدينة الجسور المعلقة، المدينة التي بنيت على صخرة كبيرة وشاهقة، هي تسميات لمدينة واحدة، مدينة قسنطينة الجزائرية. هذه المدينة التي أسرت قلوب زوارها بفضل معالمها الضاربة في التاريخ. بلد الهواء دعوك أم بلد الهوى، إني أراك لذا وذاك مجالا، قد ضمك الطود الأشم لصدره وتعطف الوادي عليك ومالا،
هكذا جادت قريحة الشاعر محمد الخليفة متغنيا بجمال مدينته قسنطينة. أما نحن فقد وقفنا مجدوهين أمام أسرار غامضة لهذه المدينة الأسطورية، وكأن أرواح من سكنوها من فينيقيين ورومان وعرب ما زالت متعلقة بهذا المكان الأخاذ الذي اختاروه منذ آلاف السنين. فمدينة قسنطينة بنيت على جبال صخرية عملاقة تربط بينها جسور معلقة بنيت في حقب تاريخية مختلفة. أول جسر حجري في العالم الذي بني بالحجر ويمثل نصف دائرة قبل غيره. ثم الجسور الأخرى باب القنطرة أيضا في 1925، جسر سيد المسيد المعلق، جسر ملاح المعلق، جسور المعلقة، ونحن الآن في جسر من الجسور الأخيرة لقسنطينة وهو جسر صالح باي. عرفت مدينة قسنطينة أيضا بأنها مدينة العلم والعلماء، فقد كانت ممرا للقوافل والبعثات الدينية والعلمية، وكثير من العلماء والأعلام استقر هنا، وأصبحت المدينة مركز إشعاع علمي بفضل ما تركه علماؤها من أثار وكتب نفيسة. المئات من العلماء الذين أنجبتهم هذه المدينة والذين يعني فضلوا الإقامة فيها والذين مروا عليها، ولهذا سميت بمدينة العلوم العلماء ولا سيما في عهد عبد الحميد بديس. وحتى يكتمل عقد الجمال والأصالة في قسنطينة فقد كان لابد للأندلسيين من أن يطرقوا أبوابها، فأعطوها من جمال العمارات وإتقان الصنائع والحرف ورقي الموسيقى الكثير. مراد الدلنسي من مدينة قسنطينة، الميادين. إذن مشاهدينا نتحدث عن هذه المدن الجزائرية العظيمة. مدينة قسنطينية أو قسنطينة هي من المدن المشهورة بجمالها، كانت أيضا وصفتها في رائعتها الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي في روايتها ذاكرة الجسد، وفي الروايات الأخرى الأجزاء الأخرى لهذه الرواية. سننتقل مشاهدينا الآن إلى طهران وإلى عبد الرحمن عز الدين، من هناك نتابع آخر المستجدات والمواقف على صعيد المواكبة للانتخابات الرئاسية في إيران. إليك عبد الرحمن. شكرا لك كمال، ونتمنى لك التوفيق لك وللزملاء في تغطية هذه الانتخابات التشريعية الجزائرية، ونعاود أيضا معايدتكم في العيد التاسع لقناة الميادين الذي يصادف اليوم، ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النافذة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران التي نواكب فيها كما ذكر الزميل كمال الرئاسة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث يترقب الإيرانيون المناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة بين المرشحين غدا، وسيكون معنا من طهران مالك عابدة، وبسان طراف موفدة الميادين إلى إيران من بندر تركمان. إذن فيما يستعد المرشحون للمناظرة الأخيرة بينهم التي ستتمحور حول هموم الناخب الإيراني، قررت لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية في إيران منح حكومة الرئيس حسن روحاني فرصة للرد على اتهامات صدرت عن مرشحين للانتخابات الرئاسية. وقال عضو لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية إحسان قاضي زادة إن اللجنة ستمنح ممثلا عن حكومة روحاني 8 دقائق للرد على الاتهامات المباشرة التي طالتها في المناظرتين السابقتين. ويستعد المرشحون 7 للانتخابات الرئاسية الإيرانية مشاهدين للمناظرة التلفزيونية الأخيرة السبت قبل أسبوع من توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار واحد منهم لرئاسة البلاد، فيما واصل المرشحون إطلاق المواقف بشأن السياسات الداخلية والخارجية وأجمعوا على التصدي للعقوبات الأمريكية. تقرير عباس الصباغ. قبل ساعات من المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين المرشحين 7 للرئاسة الإيرانية، واصل المتسابقون للرئاسة إطلاق مواقفهم من مختلف القضايا التي تهم الجمهورية الإسلامية، بدءا من الاتفاق النووي وصولا إلى التحديات الداخلية ومنها البيروقراطية التي تحد من تطلعات الشباب بحسب المرشح إبراهيم رئيسي.
يجب إدارة سوق الاستثمارات والإشراف عليها بدقة بالتعاون مع مؤسسات معينة، كما يجب إيجاد ليونة وتساهل في هذه السوق مع المستثمرين من دون إضاعة الوقت. البيروقراطية في البلاد إحدى المشاكل التي تواجه الشباب وتعيق حركتهم. علينا أن نقدم التسهيلات اللازمة من قبل البنوك وأن نوفر ضمانات لهذه السوق بعيدا عن الفساد والمحسوبيات. أما المرشح عبد الناصر همتي فأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي أساس جيد للبلاد وعلى أمريكا العودة إليه ورفع العقوبات. أنا أعتقد أن الاتفاق النووي أساس جيد للبلاد وأمريكا هي من انسحبت منه وعليها العودة إليه ورفع العقوبات. أنا متفائل بأن ترفع العقوبات قبل نهاية حكومة روحاني، لكن إذا لم ترفع سيكون رفعها جزءا من أولويات حكومتي. المرشح لرئاسة الجمهورية علي رضا زاكاني دعا إلى الاهتمام أكثر بالقوميات والمذاهب الصغيرة لصنع نموذج يحتذى به. لدينا اهتمام خاص بالتعامل مع القوميات والمذاهب لنصنع نموذجا يحتذى به في التعامل مع الدول الإسلامية من جهة ومع دول الجوار من جهة أخرى. هذا النموذج يمكن أن يكون فرصة للتعاون بين إيران والمنطقة في مختلف المجالات. يجب أن تكون رؤيتنا واسعة لتغيير أوضاع إيران عبر الاستفادة من الإمكانات الكثيرة المتوافرة في البلاد. المرشح سعيد جليلي بدا مقتنعا بأن واشنطن سترفع جزءا من العقوبات عن إيران خلال محادثات فيينا، فيما ستبقي على عقوبات أخرى، داعيا إلى التصدي لتلك العقوبات. يجب ألا نعطل البلاد ونرهنها للأحداث. ربما تطرأ كل يوم متغيرات جديدة، فلان أصبح رئيسا أو لم يصبح، فرضوا عقوبات أو لم يفرضوا. أمريكا اليوم تقول إنها سترفع عقوبات ضمن محادثات فيينا، لكن ستبقي وبقوة عقوبات أخرى. قبل أقل من أسبوع على توجه الإيرانيين لاختيار رئيسهم، يكثر المرشحون من الوعود الانتخابية والمواقف التي سيتخذونها في حال فوزهم، بيد أن الكلمة الفصل ستكون في صناديق الاقتراع في 18 من الشهر الحالي. وفي العاصمة الإيرانية هنا في طهران، مشاهدين، أقام أنصار المرشح إبراهيم رئيسي تجمعا انتخابيا صغيرا بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. المشاركون أكدوا دعمهم لمرشحهم ولبرامجه التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، ورأوا أنها الأنسب والأكثر صدقا وواقعية بالمقارنة مع وعود المرشحين الأخرى. كما دعا آخرون جميع المرشحين السبعة إلى مراعاة المهنية والأخلاق خلال المناظرة الأخيرة. بالنسبة إلينا، السيد رئيسي كان الأفضل بين المرشحين، فهو قادر على دعم الناس وخفض البطالة أكثر. إنه يدعم الشباب وقد وعد بحل الكثير من مشكلاتنا الاقتصادية. ستاد انتخاباتي حجة الإسلام رئيسي، جئنا هنا لنقول للسيد رئيسي أخرجنا من هذه الأوضاع المزرية. أكثر همومنا نحن كشباب متعلقة بالجانب الاقتصادي. أمل أن تتحسن الأوضاع، ولا سيما أوضاع السكن والعمل. كان أداء السيد رئيسي رائعا جدا في المناظرتين الماضيتين، لم يقم بإهانة أحد وقدم برامجه بشكل جيد. نطالب مرشحنا بأن يهتم بأمور الناس المعيشية وبمساعدة الناس الضعفاء. دلالات كل هذه الحركة السياسية مشاهدينا الانتخابية قبل أسبوع من توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع، سنسأل عنه مالك عابدة معنا من طهران. إذن مالك، أي دلالات أو يعني يبدو وكأن المرشح إبراهيم رئيسي يكثف هذه التحركات الانتخابية من يومين كان في خوزستان، اليوم في العاصمة الإيرانية طهران. هذه الحركة إلى أي مدى هي تفيد المرشحين؟ ماذا أيضا عن تحركات بقية المرشحين؟ وماذا بالنسبة لحق الرد الذي تم إعطاؤه لحكومة الرئيس حسن روحاني في المناظرة يوم غد؟ عبد الرحمن، لا يختلف اثنان على أن هذه التحركات ستكون مؤثرة جدا على الساحة الانتخابية، لا سيما أن المرشح للانتخابات الرئاسية إبراهيم رئيسي وحسب الاستبيانات واستطلاعات الرأي هو متقدم، الرجل متقدم في جميع الاستطلاعات التي
تم إجراؤها مؤخرا، لذلك يعتقد بأن هذا التحرك يأتي بعد هذه الدفعة أو هذه الدفعة المعنوية التي جاءت في وسائل الإعلام الإيرانية عن تقدمه. بالتأكيد المرشحون الآخرون لديهم تحركات ولكن ليست على هذا المستوى الذي قام به المرشح رئيسي في الأهواز وهذا التجمع الكبير الذي حضرهم الآلاف بل عشرات الآلاف في تلك المدينة. ولا ننسى أيضا يعني هناك تحرك هام ولافت عبد الرحمن أجراه المرشح رئيسي يوم أمس وكان من خلال اجتماعه بعلماء و أهل السنة الذين جاءوا من كافة المناطق الإيرانية وعرضوا عليه المشاكل التي تعاني منها المناطق التي يعيشون بها. أيضا المرشحون كما قلت سابقا يقومون بهذه التحركات الانتخابية ولكن أقل حجما وأقل تأثيرا. على كل حال نحن الآن نترقب في الحقيقة كما هو الناخب الإيراني المناظرة يوم الغد التي سوف تجرى تحت عنوان هموم الناخب الإيراني. حسب الاستطلاعات التي كانت أو التي أجريت في منذ أيام فإن المناظرة الأولى حققت نسبة مشاهدات كبيرة في الشارع الإيراني ولكن المناظرة الثانية كانت أقل. من الممكن أن نكون حاضرين يوم غد على أن نكون شاهدين يوم غد على تغييرات في الكيفية والأسئلة التي سوف تقام بها المناظرة، ولكن في الحقيقة شهدنا يعني أن مع اقتراب هذه المناظرة كان هناك ارتفاع لسقف الوعود بين المرشحين. البعض وعد مرشحي بأن يفتتح وزارات جديدة، البعض وعد الناخبين بأن يحذف النفط من ميزانيته، والآخر قال بأنه سوف يزيد من عدد النساء في حكومته. بشكل مختصر عبد الرحمن، التجهيزات اللوجستية حسب وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات الإيرانية تقوم على قدم وساق. من المقرر أن يتم إضافة نحو 10,000 شعبة أو مركز للاقتراع في كافة الأراضي الإيرانية من أجل التخفيف. على كل حال مالك، نحن أيضا سنواكب ونعطي المزيد من التفاصيل فيما يخص هذه التحضيرات في نشرة الخامسة بتوقيت القدس الشريف المخصصة للشأن الإيراني وتحديدا هذه الانتخابات الرئاسية الإيرانية. من طهران مشاهدينا إلى بندر تركمان حيث تواصل الزميلة بيسان طراف التنقل ما بين المحافظات لتعرفنا أكثر على هذه المناطق في إيران. إذن ماذا عن خصائص بندر تركمان بيسان؟ ماذا تخبرين اليوم؟ نعم عبد الرحمن، يعني بداية اسمح لي أيضا أن أعايد كل الزملاء وأيضا يعني أن أتمنى أن تكون مياديننا دائما بألف ألف ألف خير وإلى المزيد طبعا من سنوات النجاح والتألق. عبد الرحمن، بالفعل نحن يعني ما زلنا في بندر تركمان واليوم صباحا انتقلنا إلى مدينة جنبد قاووس. هذه المدينة التي أيضا لها معالمها وإرثها الثقافي والتاريخي طبعا يعني هنا في هذه المدن مدن التي هي في ضواحي تركمان فعلا نلاحظ تنوع إيران سواء الديني وأيضا القومي من خلال وجوه الناس، من خلال أيضا يعني الأمور ثقافية متعددة هنا سواء في الأزياء في اللباس الذي هو يعني ما زال يعتمده النساء والرجال، ولهذا يعني تسمى هذه المدينة بأنها مدينة الألوان، إلى جانب طبعا اللغة بحيث طبعا كما قلت يوم أمس الناس هنا أو أهالي تركمان يتحدثون إحدى لهجات اللغة التركية إلى جانب اللغة الفارسية. وكما قلت أن الجهات المعنية هنا سواء الجهة التركمانية وأيضا الدولة الإيرانية تحرص على الحفاظ على هذه القوميات التي هي امتداد للتركمان الموجودون سواء في شمال سوريا أم في تركيا أم في العراق. اليوم أنا موجودة هنا في مدينة جنبد قاووس أو كما تعرف باللغة العربية برج قاووس. هذا البرج الذي هو موجود خلفي والذي يعد يعني من أكبر برج أرميدي في العالم ومدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 2012. عبد الرحمن، يعني هذا البرج له طبعا دلالاته وهو أعلى أثر تاريخي كما أنه مبني على تلة بارتفاع يعني أو هو بارتفاع 72 متر. بني هذا البرج عام 1007 مطلع الألفية الأولى. عبد الرحمن، ربما يعني الناس قد ترى
هذا البرج قد يبدو من الخارج معلم تاريخي متواضع دون أي تزيينات خاصة، ولكن في داخله لغز معماري مذهل. يعني أيضا هناك تدوينة موجودة على أيضا ما رأيك بسان أن نترك بعض الأمور لنشرة الخامسة المفصلة لتعرفين أكثر على هذه المنطقة المتواجدة أنت فيها، وذلك لضيق الوقت الآن. ستبقين معنا الآن على أن نتشكرك بعد قليل حين ننهي هذه النافذة. مشاهدينا، باستكمال لأخبار هذه النافذة، أعلنت السفارة الإيرانية في بريطانيا أن الإيرانيين المقيمين في البلاد سيصوتون في 7 مراكز انتخابية في 18 من الشهر الحالي، وذلك في 7 مدن من بينها لندن ومانشستر. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران إسماعيل موسوي أن كندا ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية على أراضيها. وأكد موسوي أن الموقف الكندي غير قانوني وينتهك القواعد والمعايير التي أرستها الأمم المتحدة في تنظيم العلاقات بين الدول، مضيفا أن من شأن ذلك حرمان الإيرانيين المقيمين في مدن شمال الولايات المتحدة ويصوتون في مراكز الاقتراع في تورونتو ومدن جنوب كندا من التصويت. تنتشر في منطقة دولة أباد جنوب طهران العديد من المطاعم العربية التي تقدم مختلف أنواع الأطعمة العربية كالكبة والشاورما والفلافل والمسبحة وغيرها، إضافة إلى الحلويات الشهية، وتلاقي هذه المطاعم إقبالا كبيرا عليها. مالك عابدة زار بعضها وعاد بالتقرير التالي. يمنعني طبيب التغذية وزوجتي من القدوم إلى مكاني المفضل في طهران، فهما يدعيان أن هذه الشاورما اللذيذة تسبب السمنة وظهور الكرش. والله هن شغله اكل جديده عليه هون، متعودين هنا على الكهنه اللي باسمهم الكباب التركي، بس هون ما عم بيسووها بشكل على الطريقه السوريه، نحن عم نسويها بشكل الطريقه السوريه مع الصوص التوميه فيها، وعم نسويها بالطريقه العربيه، عم بيحبوها كثير ويرغبوها، مشان هيك هن متعودين على الساندويتش الصمون، بس نحن عم نسويها على الطريقه العربيه كثير عم بيرغبوها. أتي مع زوجتي إلى هنا لتناول الشاورما والكباب، بالتأكيد هناك سر ما خلف هذا الطعم وهذه النكهة الرائعة. الأطعمة العربية شهية جدا ولا يمكن مقاومتها، وأتمنى أن نشاهد مطاعم عربية أخرى في طهران. اشتريت البسكويت والبرازق لأطفالي. بصراحة اعتدنا وجود هذه الحلويات العربية في منزلنا، كما أصبحنا من عشاق البقلاوة بالتحديد، إنها غنية بالفستق اللذيذ. نشتري هم بقلاوة، نشتري كل شيء. بالسوبر ماركت نجي هنا نشتري ونودي للحوش. أي شيء موجود في أنواع الحلويات العربية أو السورية نحن هنا نقدمها كثقافة عربية في المجتمع الإيراني. مالك عابدة، طهران، الميادين. الله يسامحك مالك عابدة، مراسل ميادين من طهران. الزملاء جميعا قرروا الآن أن توجهوا إلى هذا المطعم بعد نهاية العمل اليوم، جميعهم سيتعرضون للسمنة بسببك مالك عابدة. أنت معنا من العاصمة الإيرانية. نشكر مشاهدينا شبكة الميادين المنتشرة هنا في إيران وفي الجزائر. كان معنا من طهران مالك عابدة، من بندر تركمان، بسان طراف من الجزائر العاصمة سفيان مراكشي، وشكرا لك الزميل الأستاذ كمال خلف. أما الآن فنعود وإياكم مشاهدينا إلى الزملاء في الميادين، أحمد أبو علي ويارا قويدر. إليكما أحمد ويارا. شكرا لك عبد الرحمن.
إلى فلسطين المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بجروح وصفت حال عدد منهم بالخطرة خلال تصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال في جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس. وتصدى عشرة الشبان لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب البؤرة الاستيطانية المقاومة على جبل صبيح جنوبي نابلس. مصادر محلية أوضحت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحية والمطاطية وقنابل الصوت والغاز السام نحو الشبان. وكان قد أصيب 13 مقدسيا مساء أمس في مواجهات في الأقصى ومحيط باب العمود، فيما تجاوز عدد المعتقلين 15 فلسطينيا غالبيتهم في القدس، ولا سيما في باب العمود حيث اعتدى الاحتلال بوحشية على مصلين فلسطينيين. اعتقالات الاحتلال طالت حتى الفتيان الفلسطينيين، ومن بينهم سمير سرحان الذي اعتدت عليه قوة الاحتلال بوحشية، فيما حرص الشاب على إبقاء جبينه عاليا. لنتابع. وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على شاب مقدسي لرفعه العلم الفلسطيني وألقت باتجاهه قنابل الصوت قبل أن تعتقله بوحشية. إلى القاهرة، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بحضور وفدين من الحركتين، وجرى بحث التطورات السياسية في أعقاب معركة سيف القدس. وجرى خلال اللقاء التشديد على أن المعركة حققت تحولات عميقة في المشهد، وأثبتت المقاومة قدرة عالية على التحدي وكسرت المعادلات والاستراتيجيات التي حاول العدو أن يفرضها، كما جرى التشديد على وحدة المقاومة في الفعل وفي ميدان السياسة والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني. إلى غزة، حيث الركام والدمار وبعض الذكريات الباقية. هذا ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بمنزل الفلسطينية نصرة أبو النصر في العدوان على غزة. نصرة أبو النصر استشهد زوجها وشقيقها دفاعا عن فلسطين، وهي تدفع من جديد ثمن صمودها في القطاع. تقرير عبد الكريم عودة. أنا ترعرعت في بيت أصلاً كله مناضلين وفدائيين، كنا في بيروت في الأحداث. أنا أهم شغلة كنا إحنا نعملها نآزر إخوتنا والمناضلين والفدائيين، نوقف معاهم إلى واحد انجرح واحد كذا. وبعدين إحنا التنين إحنا شعبنا برضو مقهورين، الظلم قائم علينا وعلى لبنان. رجعنا مع العائدين. أنا عشت هنا أربع حروب، والأربع حروب فعلا كانت قوية علينا. كل ما نبني بيت بيرجعوا بيهدونا إياه. كنا عارفين أنها حرب وواقفين يعني صح على أعصابنا، بس الحرب هذه انتفاضة لإلنا على أقصانا، على حي الشيخ جراح، على الناس. في حاجة واحدة كانت أسعدتنا وعطينا دافع قوي، إنه إحنا متحدين. صاروخ نزل علينا، فتح كل الأربع طوابق ونزل على بيتنا هنا، على طابقنا كله بشكل غايب، شايف تدمير كامل. انتمائي لهذا البلد خلاني اضل هنا واضل راسخه واضل هيني على الركام، اغني واقول احنا راجعين مفتاح العوده، وعلى هذه الارض ما يستحق الحياه.
هويتي لقيتها، فخطر ببالي على طول لما كان الفنان الرائع برضه مرسال خليفه بغني، فغنيت وقفوني على حدود البد هويه، قلت لهم انها بيافا مخبايتها ستي، ستي يا مخبايه مدري باي بيت، هويتي ضبيها خبيها بشي حيط. في سوريا أكدت النيابة العامة العسكرية أن احتلال الولايات المتحدة الأمريكية أجزاء واسعة من الأراضي السورية وإنشاءها لقواعد عسكرية ومطارات يمثل عدوانا عسكريا بنظر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن النيابة العامة العسكرية في الجمهورية العربية السورية باتت تمتلك من البراهين والأدلة القاطعة على الجرائم التي ارتكبها المقاتلون الإرهابيون المنضوين في جماعات مسلحة متطرفة تتلقى دعما أمريكيا، وهو ما سيتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة الأمريكية حول دورها في تحضير وتنفيذ عمليات إرهابية على أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة. في أول اجتماع حضوري خلال عامين يعقد زعماء مجموعة الدول السبع الكبار قمتهم في بريطانيا اليوم حتى 13 من الحالي، وتبحث القمة التي تعقد في مدينة كاربس البريطانية موضوعات عديدة منها جائحة كورونا ونشر اللقاحات ومكافحة تغير المناخ والجهود المبذولة لاستعادة الاقتصاد الدولي تعافيه. والآن إلى موجز الاقتصاد في النشرة، معك عبد الله ظاهر. مرحبا يا رب. أهلا بك. أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة، حيث رأى صندوق النقد الدولي أنه لا حاجة إلى أن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون وضع سياسات مالية ونقدية شاملة. المتحدث باسم الصندوق نبه إلى أن قرار البنك المركزي السماح للمودعين بسحب جزء من ودائعهم بالدولار يهدد بقفزة حادة في الأسعار الاستهلاكية، لافتا إلى أنه لم يتضح كيف سيجري تمويل عمليات السحب نظرا لندرة العملة الأجنبية. يذكر أن سعر العملة اللبنانية لامس 15,000 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية لأول مرة في تاريخ لبنان. أغلق محتجون سودانيون الشوارع الرئيسة في الخرطوم احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والديزل إثر رفع الدعم عن الوقود، وارتفعت أسعار المحروقات نحو 128% بعدما كانت قد تضاعفت في تشرين الأول أكتوبر الماضي إثر التزام الحكومة الانتقالية بإصلاح الاقتصاد وفق توجيهات صندوق النقد الدولي كشرط للحصول على حزمة مساعدات مالية. كشف المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري الأردني طارق الحباشنة عن عودة عمل سيارات السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية بعد توقف دام أكثر من عام من جراء فيروس كورونا. وأكد الحباشنة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ضرورة تلقي سائقي السفريات الراغبين في السفر إلى السعودية لجرعتين من لقاح فيروس كورونا أو لجرعة واحدة مضى عليها أسبوعان من اللقاحات التي تعتمدها المملكة العربية السعودية. مجموعة السبع بصدد الموافقة على حد أدنى عالميا من ضريبة الشركات لا يقل عن 15%، وهو جزء من اتفاقية أوسع لتحديث قوانين الضرائب الدولية. ويتوقع أن تتفق مجموعة السبع على التبرع بمليار جرعة من لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا بهدف تلقيح العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد دعا دول مجموعة السبع إلى وحدة الموقف والعمل المشترك فيما يخص العلاقات مع روسيا والصين، وذلك قبيل ساعات من انعقاد قمة المجموعة. في الخبر الأخير، سجل عجز الميزانية الأمريكية مستوى قياسيا حيث بلغ نحو 2000 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام الميزانية الحالي بحسب أرقام وزارة الخزانة. واللافت أن عجز هذا العام أعلى بنسبة 9.7% من العجز البالغ 1880 مليون دولار، والذي سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث إن برامج الإغاثة من فيروس كورونا دفعت الإنفاق في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. إذن ختام الظهيرة لليوم اخترناه مع أطفال فلسطين الذين تزهو لديهم روح التحدي في وجه الاحتلال.
فها هم أطفال في باب العمود يتحدون ببراءتهم شرطة الاحتلال ويهتفون لقائد أركان القسام محمد الضيف أمام عناصر هذه الشرطة. بزفوا بالمستوطن، بزفوا بالمستوطن، بزفوا بالمستوطن. نبقى مع روح البطولة والتحدي لدى أطفال وفتيان فلسطين، حيث يغيب الخوف أمام إرادة الصمود المتمسكة بالحق في وجه باطل زاهق. إرادة يترجمها الفتيان والأطفال ببسمة تستخف بكل ممارسات الاحتلال وحتى بالتعذيب والاعتقال فداء للأرض، كما نتابع في هذه المشاهد الجديدة لحظة اعتقال الطفل محمد الفخوري. البسمة ذاتها علت محيى الفتى بشار شويكي لدى اعتقاله كذلك في القدس المحتلة، وهو من سكان الحي الثوري في القدس المحتلة. ومع هذه المشاهد نكون قد وصلنا إلى ختام الظهيرة، وهذا تذكير بعناوينها. الجزائر في صمت انتخابي عشية الانتخابات التشريعية غدا، والرئيس تبون يشدد على أهمية حماية أصوات الجزائريين ويقول عهد المخاصصة ولا. عشية المناظرة الأخيرة بين المرشحين للرئاسة الإيرانية غدا، لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية تمنح حكومة روحاني حق الرد على الاتهامات التي طالتها. الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في القدس ونابلس، وهنية والنخالة يشددان من القاهرة على وحدة المقاومة في الميدان والسياسة. على وقع احتجاجات متفرقة، قمة الدول السبع تنطلق اليوم في أول لقاء حضوري منذ جائحة كورونا، وملفات سخينة على الطاولة. وكان في الاقتصاد، صندوق النقد الدولي لا حاجة إلى أن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال، وعلى مصرف لبنان أن يوضح كيف سيجري تمويل السحب بالدولار. وكان في الرياضة، القضاء البرازيلي ينتصر للغة الشعوب ويمنح الضوء الأخضر لإقامة كوبا أمريكا، ومن روما تنطلق أمم أوروبا اليوم. المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.